الثقافة الحاملة فيها الإثارة وروح التحدي هنا في هذا الميدان. أسير مع البداية وتابع مقدمة الشوط وأول المراكز العوير لسالم بن حميدي بن ناجي الجحافي على المركز الأول، بينما المركز الثاني ننتقل مباشرة إلى ثاني المراكز في هذه اللحظات. أرى وتابع الانطلاقة على المركز الثاني القادمة رعود لعبد الله بن سعيد المنصوري على المركز الثاني، بينما المركز الثالث وصلت في هذه اللحظات تتقدم الشهانية محمد بن سهيل العامري على مستوى المركز الثالث، بينما المركز الرابع وتابع الاسم القادم وصلت في هذه اللحظات متابعينا الأعزاء على المركز الرابع مزاد لخليفة بن راشد بن سرداح الاكتبي يحتل المركز الرابع، بينما المركز الخامس وتابع الاسم القادم وصلت في هذه اللحظات متابعينا الكرام سمح لمحمد بن عبد الله بن محيروم المحرمي على خامس المراكز، بينما المركز السادس وتابع المنطلقة على سادس المراكز شواهين مبارك بن دغاش بن محمد العامري يتواجد في هذا الموقع على سادس المراكز، بينما سابع المراكز القادمة في هذه اللحظات وصلت متعبة راشد بن سعيد بن محمد المهيري على المركز الثامن، المركز التاسع وتابع القادمة في هذا التحدي وفي هذا الانطلاق وصلت رسالة أحمد بن راشد بن غانم المنصوري على المركز التاسع، بينما عاشر المراكز أجد في هذه اللحظة الوصول من زعفرانة سعيد بن حلوس بن حمرور العامري على عاشر المراكز. إذا متابعينا الكرام هذه النتيجة للعشر المراكز الأولى، العودة إلى الصدارة إلى المركز الأول مع متعبة من غيرت على المركز الأول، انطلقت متعبة لراشد بن سعيد بن محمد المهيري يتابع هذا الشعار بمروشد مع الانطلاق الرائع يقدم لنا متعبة وأداء متعب في هذا الشوط. يا سلام المركز الثاني وصلت في هذه اللحظات وتتقدم سمحة لمحمد بن عبد الله بن محيروم المحرمي، أيضا من الشعارات والأسماء الخطيرة تتواجد على ثاني المراكز مع انطلاقة سمحة، ولكن شعار المنصوري يتواجد مع رسالة أحمد بن راشد بن غانم المنصوري على المركز الثالث، المركز الرابع الدور والنقل على المركز الرابع القادمة في هذه اللحظات رعود لعبد الله بن سعيد بن رباعي المنصوري على رابع المراكز، بينما المركز الخامس القادمة في هذه اللحظات مشاهدينا الكرام أسياد لسعيد بن سهيل بن دريوي الكتبي على المركز الخامس. إذا متابعينا الكرام 1200 عن خط نهاية، 1200 عن ناموس ونهاية هذا الشوط، العودة إلى الصدارة مع تحديات الختام، ختام المرموم 2016. نتابع المركز الأول متعبة تسيطر على زمام الأمور بالانطلاق الرائع بالتحدي المميز، تتابعون متعبة عبر قناة دبي ريسنج مع الكادر الأول تعلن هذا التحدي وهذا الانطلاق على أول المراكز بشعارها المميز شعار راشد بن سعيد بن محمد المهيري، ولكن المركز الثاني وصلت في هذه اللحظات الأسماء الخطيرة مقام 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 عبد الرحمن بن عبد الله بن سعيد العيدة قادم في هذا التحدي على ثاني المراكز، والمركز الثالث بنت التبر محمد بن جعفر بن مرخان الكتبي قادم لأول ندى مع بنت التبر على المركز الثالث، المركز الرابع تتقدم سهرة جابر بن ساري بن بلوش المزروعي وأيضا نصيبة عامر بن راشد بن محمد الخيلي، ولكن نعود إلى الصدارة مع التحدي الأول مع الانطلاق الرائع. وتابع وتابع متعبة أتعبت الجميع بالانطلاقات المميزة بالتحديات الرائعة مع الأمتار الأخيرة تعلن هذا التحدي تعلن هذا الفوز بشيء راشد بن سعيد بن محمد الامبي بن مروشد المهيري مع هذا الاداء المميز. روح يا المتعب الصغير مع هذا الاداء المميز ينطلق متابعينا الكرام ينطلق مع سمحة او هنا يا سلام متعبة مع الامتار الاخيرة، سلام لند الشبا سلام لند الشبا على هذا الاداء المميز، تهانينا والف مبروك لراشد بن سعيد بن محمد بن مروشد المهيري على فوز متعبة بالمركز الاول وتحقيق ناموس هذا الشوط المركز الثاني. وصلت في مشاهدينا الكرام جميلة حمدان بن مطر بن محمد المنصور للمركز الثالث.
جاءت في مشاهدينا الكرام من صيبة لعمر بن راشد بن محمد الخيل المركز الرابع. كان الوصول مشاهدينا الأعزاء بنت التبر لمحمد بن جعفر بن مرخان الاكتبي، بينما المركز الخامس وصلت فيه شواهين أحمد بن عبد الله الدحب العامري. إذا متابعينا الكرام هذه المراكز الخمسة الأولى، تابعنا شوط حمل الإثارة والتحدي إلى الأمتار الأخيرة، وهذه متعبة تصل إلى خط النهاية. تتابعون بالتوقيت المميز 5:59 وثمان أجزاء من الثانية. تهانينا والف مبروك. المركز الثاني وصلت في مشاهدينا الكرام جميلة لحمداب بن مطر بن محمد المنصوري، والتوقيت الزمني 8:02 و6:08 من الثانية. تهانينا وناموس. المركز الثالث نصيبة لعمر بن راشد بن محمد الخيلي، والتوقيت الزمني 6:09 من الثانية. تهانينا والناموس لجميع الفائزين. بسم الله الرحمن الرحيم، وعلى بركة الله دائما.